بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة النهاردة إن شاء الله هنكمل فيها اللي احنا كنا بدأناه المرة اللي فاتت عن الباينر سيرش تري، وهنتكلم على الـ AVL. بسرعة كده هنراجع شوية حاجات في الباينر سيرش تري. البروبرتي بتاعتها بتقول إن أي نود الرايت بتاعها مفروض إن هو greater than، والليفت بتاع النود ديت هو less than. فزي هنا مثلا لو في 20 فهنا ممكن تبقى 40، وهنا ممكن تبقى 10 مثلا، فديت سوري دي جريتر ذان ودي ليس ذان، فدي اسمها الباينر سيرش تري. كنا قلنا ان في مشكلتين عندي او كذا مشكله عندي، ان هو الانسرشن والسيرشنج كل الكلام دوت ممكن ياخد اوردر ان في الورست كيس، سيرشنج او انسرشن او ديليتنج. ليه؟ لان ممكن الورست كيس تقول ان انا سي مثلا بقول انسرت 20 وبعد شويه انسرت 40، طب 60 100 200، فاكتشف ان الباينري سيرش تري بتاعتي اتحولت لليست، وطالما اتحولت لليست فكاني باخد اوردر ان، لان تقريبا بفزت كل النودز. فالسؤال دلوقتي ايه الريستريكشنز اللي تحطه على حاجه زي كده تخلي الباينري سيرش ما تبقاش بالمنظر ده. هو قصه بقى الاي في ال، ازاي نعمل كونفرت الكلام ده للاي في ال. بس هل بعد ما انسرت كل النودز احولها للاي في ال؟ لا، وانس ان كل مره بتنسرت نود جديده بيشوف المفروض يعمل ايه ويعمله عشان بعد كل ستيب تبقى ال 3 دي بالانسد، وهو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه ستيب باي ستيب. فطبعا وانس ان ال 3 دي هتتحول للاي في ال، الانسرشن الديليشن السيرشنج هيبقى اوردر لوك ان للبيس 2. فتعالوا مثلا ناخد المثال الاتي ونشوف ايه اللي هيحصل فيه. لو قال لك مثلا تعالى انسرت 3 2 1 4 5 6 وبعد كده 7 16 15 14 13 12 10 8 9، تعال نشوف كده هيحصل ايه. فهتلاقي ان 3 اهي، انا بتكلم كبي اس تي، ال 2 less than، ال 1 less than less than، ال 4 greater than ال 3. طبعا اي نود او اي element جديد يحصل له insertion لازم يحصل له insertion من عند الروت، ويبدا يا اما يدخل ناحيه الرايت او ليفت. 4 5 6 7 16، طبعا هنا بقى ال 16 ال 15 يبدا فين؟ يبدا يدخل ناحيه الشمال، 15 14 13 12 and so on 10 9 8 كله. طبعا شكل الباينري سيرش تري هنا بقى صعب جدا، يعني انا دلوقتي خلينا اكمل ديت اهي 12 10 8 9. لو صدفت ان انا بدور على 9 محتاج ان انا امشي دايما كده لغايه هنا، المفروض ان انا امشي على الكومبارزون من هنا، طبعا اقعد كومبير اكبر اكبر اكبر، بعد كده لسان 15 14 13 12 10 اند 8، المفروض ال 9 دي هنا يعني هي الوحيده الاكبر من ال 8. فالمهم ان انا تقريبا بعمل فيزيتنج لكل النودز، فطبعا هتجيب ديت اوردر ان. هنعمل برضو نفس السيكونس اوف انسرتنج ديت بس باستخدام الاي في ال، ونشوف شكل التري بعد السيكونس اوف انسرشن ده هيبقى شكله عامل ازاي. بس قبل ما ندخل بقى على الاي في ال، تعالى نعمل ريفيجن كده، يعني ايه هايت اوف تري او يعني ايه هايت اوف نود. لما يكون عندي نود زي كده بقول هنا الهايت بكام، فبقول المفروض ان هو الباث لينث فروم ذيس نود تو ديبست وان اوف اتس ديسندنتس، يعني شوف مين الاولاد والاحفاد بتوعه واشوف فين الديبست وان. فالديبست وان هو ده اللينث اوف باث بقى بتاعه كام؟ 1 2 3 ايدجز. اذا الهايت هنا بكام؟ ب 3. الهايت هنا بكام؟ ب 2. في بقى قال لك لا بلاش الهايت، بس خلينا نقول ليفت هايت ورايت هايت. رايت هايت معناها عايز اجيب الهايت بالنسبه لده، فكام؟
3 ولكن الليفت هايت هنا بكام؟ 2. برضو الرايت هايت هنا بكام؟ 1. والليفت هايت هنا بكام؟ 1. الرايت هايت هنا بكام؟ 1. والليفت هايت هنا ب 2. ليه ب 2؟ لان اهو في الباث ده. وليه هنا ب 1؟ عشان ده بس. فدايما عند كل نود بجيب الهايت يمين وشمال. هستفاد بيه ايه؟ هقول لكم البروبرتي بعد شويه. فدي فكره الهايت. في ناس بقى بدات تقترح الاتي، ان عشان اعمل اي في ال عندي ثلاث اقتراحات، منهم اقتراحين مش حلوين. واحد قال تعالى نقول ان الليفت هايت والرايت هايت اوف الروت ذا سيم. يعني ادي الروت اهو، يعني لو نزلت بنود هنا انزل بنود هنا، ولو نزلت بنود هنا كمان انزل بنود هنا كمان. طب ولو نزلت كده 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 برضو نفس الكلام، انزل كده هنا. الهايت بكام؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 5. يبقى الليفت ب 5 والرايت، سوري الرايت ب 5 والليفت بكام؟ برضو 5. هل ده الاقتراح الاولاني؟ ده الاقتراح الاولاني. بس هل الاقتراح ده كويس؟ استحاله، لان الناحيه اليمين برضو، يعني تقريبا انا كده عشان اعمل سيرشنج محتاج ان على 2، ما ان على 2 دي في الاخر اوردر ان برضو. الاقتراح الثاني احسن شويه من الاقتراح الاولاني، اللي هو بيقول لك عند كل نود يبقى الرايت والليفت ذا سيم. حلو الاقتراح ده قوي. يعني عملت كده صح. طب لو عمل يعني دي كده الليفت ب1 والرايت ب1. طب لو بديت انزل نود هنا بقت دي 1 و2، لا ما ينفعش. انا لازم الليفت ذا سيم رايت، وهنا برضو 1 و0 برضو ما ينفعش. يبقى لازم اعمل كده، يبقى دي 1 و1 دي صح، ولكن ستيل دي 1 و2 غلط. يعني برضو لازم تنزل هنا. اه كده صح، بقت دي 2 و2 بس لا دي غلط، دي 1 و0 فلازم تبقى كده. عشان اعمل الاقتراح ده لازم شكل التري يبقى كومبليت باينري تري، وانا مش بالضروري لازم كل ما انسرت نود يبقى لازم كومبليت باينري تري. فالاقتراح برضو ده على قد ما هو بيرفكت، ولكن برضو لا ده مش ايديال كيس. احسن اقتراح بقى هو اللي جاي، ان يقول لك ان الرايت هايت والليفت هايت ديفر ات موست 1. يعني اهو وكده مثلا هنا بكام؟ 2. هنا بكام؟ 1. فكده اه ده فرق ما بينهم 1 او 1 صح. هنا ال1 و0 فرق ما بينهم 1 صح. ده 0 0 ديفر ايكوال 0 صح. ولكن لو زودت ديت بقت دي 2 0 كده امبالانسد، فيبقى لا هي كفايه قوي كده. ساعات بيقولها بطريقه ثانيه، بيحسب حاجه اسمها البالانس فاكتور. البالانس فاكتور معناها الرايت ناقص الليفت ايكوال كام؟ 1. طب وهنا 0 ماينس 1 ماينس 1. طب 0 0 يعني البالانس فاكتور 0. طب لو دي كده فالبالانس فاكتور هنا ب 0. ليه ب 0؟ لان 1 1 ف 1 ماينس 1. فيقول لك لما يكون البالانس فاكتور عند كل نود 0 صح، 1 صح، نيجاتيف 1 صح. وطبعا ممكن يكون البالانس فاكتور ياخد الابسوليوت ويبقى دايما يا 0 يا 1. اوكي فدي صح وكله كل حاجه صح. المهم انا كده بديت افهم ان لازم الناحيه اليمين تبقى ازيد او اقل او ذا سيم، ازيد او اقل بمقدار واحد او ذا سيم. وده برضو ده بقى احسن اقتراح، وهو ده اللي عايزين نمشي عليه. يبقى يعني ايه في ال 3؟ ان مفروض فور اتش نود في، يعني ايه في ال 3؟ فور اتش نود في الهايت اوف السب تريز، او ممكن تقولها الليفت والرايت سب تري اوف الفي differ by at most 1.
او نقول ان او اور نقول ان البالانس فاكتور اوف الفي يا ايكوال 0 يا نيجاتيف 1 يا بوزيتيف 1 اي واحده من الفاليوز دي. وطبعا بقى يعني امثله كتير قوي ممكن ادي مثال مثلا زي كده. هل ديت اي في ال الاقي هنا البالانس فاكتور بكام؟ خلينا نبدا من تحت. البالانس فاكتور هنا بكام؟ او 0 0 يبقى ب 0 وهنا 0 0 ب 0. طب هنا 1 1 يبقى البالانس فاكتور برضه ب 0. طب هنا 1 2. وعلى فكره انا مش محتاج اقعد اعد كل شويه، انا عشان احسب الليفت او الرايت هايت اشوف الهايت بتاع التشايلد ايه وازود واحد الماكسيمم. يعني انا عندي هنا 1 1 مين الماكسيمم؟ اي حاجه فيهم ف 1 بلس 1 ب 2. طيب هنا 1 0 سوري 0 0 هنا الهايت كام بتاع الليفت؟ ما تفكرش مين الكبير الواحد ولا الاثنين؟ التو. فيبقى 2 بلس 1 يبقى الهايت هنا ناحيه الشمال 3. فيبقى انا ابدا من فروم باتوم تو توب ودايما ازود على الماكسيمم واحد عشان اجيب الهايت اللي فوقيه. هو دايما الهايت اوف البيرنت بيساوي ماكسيمم هايت اوف اتس تشيلدرن بلس 1. هايت اوف بيرنت equal maximum height of its children أو their children plus one. طب الفاكتور هنا ال 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 right height بكام هنا؟ ب 1 لأن ال deepest one على بعد 1 inch. هنا البالانس فاكتور بكام بقى؟ ب negative 2 لأن 1 minus أنا دايما بعمل subtraction right minus left. ف 1 ماينس 3 بنيجاتيف 2 ازيد من البوست يعني ولا هو بوزيتيف 1 ولا هو نيجاتيف 1 ولا هو 0 يبقى دي نوت اي في ال. دلوقتي لما ندخل على الانسرشن ان اي في ال هنلاقي بعد شويه ان احنا عندنا 4 كيسز. الكيس 1 اللي هي بتكون ليفت ليفت، يعني انا حصل الانسرشن هنا كده. طبعا لسه الكلام ده هيبقى واضح اكتر مع الامثله. والمشكله هتبقى هنا ان النود دي فايوليتس الاي في ال. يعني ايه فايوليتس الاي في ال؟ يعني البالانس فاكتور عندها ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا بزيرو. فايوليتس اللي هي يخالف الرولز اللي انا حاططها. يبقى دي النود الجديده ودي اللي بتخالف. دي بالنسبه للنود اللي بتخالف رايت رايت ولا ليفت ليفت. دي داخله على ايش؟ ليفت او دي انا هقرا ديت دي ليفت اوف ليفت. دايما النود الجديده هي ريدنج النود الجديده وذ ريسبكت تو الفايوليتد نود. طيب الكيس دي كيس 1. الكيس 4 تبقى كده ان دي النود الجديده ودي الفايوليتد نود فدي كانها داخله رايت رايت. الكيس بقى 2 3 ان يبقى حاجه كده فبدي بنسميها ايه؟ رايت ليفت او تبقى كده اللي هي ليفت رايت. دي ليها طريقه طبعا هنوضحها بعد شويه. بنعمل لها حاجه اسمها سنجل دي ليفت ليفت فبنعمل لها سنجل رايت روتيشن. وهنفهم يعني ايه سنجل رايت روتيشن دلوقتي. ودي رايت رايت فبنعمل لها سنجل ليفت روتيشن. سنجل ليفت روتيشن. تعالوا ناخد مثال هنقابل شويه مشاكل وبعد كده اقول لكم الالجوريثم وبعد كده هنشوف هنكمل ازاي. انا هقول لكم نفس الليسته اللي احنا كنا دخلناها في الاول خالص. اول حاجه دخل لي 3 تمام مفيهاش مشكله. دخل لي 2 برضه تمام مفيهاش مشكله. طب دخل لي 1 فراحت ال1 جايه. طبعا لما بتيجي تعمل انسرشن في الاي في ال تعامل معاها از بي اس تي، يعني تعامل معاها از باينري سيرش تري وفولو نفس الرولز.
فتلاقي ان الوان فعلا ترمت شمال خالص. مين بقى النود الجديدة دلوقتي؟ النود الجديدة دي والفيوليشن فين؟ تعال نحسب بقى 0 0 1 0 2 0. يبقى الفيوليشن فين؟ هنا. دايما خد النود ديت اعمل عليها كده هايلايت، هي واللي بعدها، هي واللي بعدها. النود الجديدة بالنسبة للتو نودز دول ليفت ليفت ولا رايت رايت؟ ليفت ليفت. يحصل ايه؟ قال لك بقى بمنتهى البساطة اعمل حاجة اسمها سنجل رايت روتيشن، فتيجي كده تو. بصوا يا جماعة كأني بعمل كده، بعمل لها روتيشن كده يمين، فكأن التو تيجي كده والثري هنا والوان هنا. هل التري الجديده دي او ريزلت التري بقت اي في ال؟ اه، يعني هتلاقوا 0 0 1 1 ففعلا بالانسد تري. طيب تعالوا نتخيل ان احنا عايزين انسرت 4، فانسرت 4 هتيجي فين؟ ال 4 هنا. هل في حاجه فايليتد؟ دي 0 1 وديت 1 2. لا مش فايوليتد، كويس جدا. الاربعه هنا مفيش مشكله. طيب بعد كده الفايف، الفايف هتيجي هنا، فده 0 1 0 2، بس 0 1 0 2. هنا بقى السؤال بقى هنا، هو ايه الالجوريزم؟ لما تدخل نيو نود از بي اس تي بتبدا تتشيك الباث فروم ذيس نود تو روت وتتشيك البالانس بتاع كل نود. يعني النود دي اللي داخله لسه حالا، اتشيك البالانس بتاع البيرنت بتاعها. طب ده كويس، خلاص كمل هات البيرنت اللي بعده. طب ده مش كويس، قال لك اعمل فيه روتيشن وستوب ما تكملش. تقول لي بس كمان البيرنت ده مش كويس. قول لي ما انا لو ظبطت البيرنت ده البيرنت اوف بيرنت هيتظبط. يبقى الالجوريثم بيقول ايه؟ لما تلاقي نود جديده روح تشيك اتس بيرنت بالانسد كونتينيو تو اتس بيرنت بالانسد كونتينيو. اول ما تلاقيه ان بالانسد اعمل بقى سواء سنجل روتيشن او ليفت روتيشن او وات ايفر هيحصل ايه، وهنا ستوب ما تكملش خلاص، ما تطلعش تاني فوق. السؤال بقى هنا دلوقتي، انا بعمل انسيرشن ل 5، ايه علاقه الواحد بالموضوع؟ ولا تبص عليه ولا تعمله تشيك. انا دايما بعمل على تشيك على مين؟ الانسيستور اوف النيو نود، الانسيستور اللي هو الاب والاجداد وهكذا. طيب الخمسه هنا مين الفيوليشن؟ قلنا دي، تعال بقى نعمل اي حاجه بالوان كده. قلنا مين الفيوليشن؟ ده. وهبدا اظلل ده كمان وراه، يعني دايما بظلل اللي عنده فيوليشن واللي بعده. السؤال النود الجديده دي ايه علاقتها بالاثنين اللي انا مظللهم؟ رايت رايت. يبقى يحصل ايه؟ يحصل ليفت روتيشن. فيحصل ايه ليفت روتيشن؟ يعني ايه؟ يعني تبقى التري شكلها كده 2 1، ماليش دعوه بيهم. ودي لما تلف يعني الفور هي اللي تيجي هنا، وطبعا الخمسه وراها، والسيري تروح نازله الشمال زي ما انتم شايفين ده. اوكي طيب تعالوا نكمل. ننسرت مثلا نود جديده دلوقتي اسمها ايه بقى النود الجديده؟ ال 6 مثلا اهي. هل ال 6 لما تدخل فيها مشكله؟ برضه هنتشيك على النودز اللي البيرنت اوف 6، فدي ودي ودي. بس طبعا بنتشيك مش كله، احنا بنتشيك اول ما يكون واحده ان بالانسد ستوب وخلص. هنا هنا دي 0 1 بالانسد 1 2 بالانسد. اول مره نطلع للروت اهو، هنا بقى 1 3 دي unbalanced. نبدا نعمل ايه؟ نعمل نفس الطريقه، نروح مظللين مظللين النود ديت ومظللين النود اللي بعدها اللي بتخالف دي الفيوليتد واللي وراها. ايه علاقه السته بالاثنين والاربعه؟ رايت رايت. فيحصل ايه؟ ليفت روتيشن. فيحصل كده، بس بصوا ليفت روتيشن كبير شويه. بصوا بقى الحركه اللي هتحصل دلوقتي، ان ال2 هنا، سوري ال4 طلعت مكان ال2
وال2 وال1 نزلوا كده، وهنا 5 وهنا 6. في حاجه بقى ناقصه، ال3. ال3 كانت هي الليفت تشايلد بتاعت ال4، بس ال4 لما طلعت فوق بقى النيو تشايلد، النيو ليفت تشايلد بتاعها هو 2، ف3 هنا تتوقف وتقول انا مش عارف اروح فين. فنبدا نستخدم اللوجيك، هي ال3 اكيد ليفت تشايلد 4 بس تروح فين؟ فال3 تيجي هنا. ايه علاقه ال3 بال2؟ ما 3 كانت على يمين ال2 فهي اكبر، فعشان كده تدخل في اول مكان تقابله يمين. اوكي. طيب قبل ما اكمل هشرح كده الجوريزم سريع قوي، بعد كده نرجع نتكلم على دي تاني. الالجوريزم اللي بيحكم القصه دي كلها ايه؟ يقول لو انا عندي هنا نود وعندي هنا نود وعندي هنا اكس وعندي هنا واي وعندي هنا زي، واي السيركل معناها اونلي وان نود، ولكن التريانجل ده معناه ان هنا في سب 3 نود، 2 نودز، 4، وات ايفر. تعالوا نتخيل ان الاكس اللي هتدخل عندي هتدخل في المكان ده. خدوا بالكم ان دي ممكن تبقى يعني جوه هنا سب 3 ماشيه كده. تعالوا نتخيل الاكس هنا او حتى الاكس هنا، مش فارقه في اي مكان. مين اللي بيخالف؟ قال لك تعالى نتخيل ان ده اللي فايوليت ال اي في ال رولز. هو بيسمي يعني دي كي 1 ودي كي 2 عشان تبقى بس عارف النودز مشيت ازاي. وش معنى دي اسمها كي 1 ودي كي 2؟ لان احنا دايما لما بيجي يرمز للنودز كي 1 وكي 2 بيرمز لها اسندنج اوردر. فالكي 1 هي ليه زان الكي 2، فعشان كده سماها كي 1 كي 2. ايه اللي يحصل بقى؟ الاكس اهي دي في ناحيه يمين من السب 3 اللي تحت الكي 1. مين اللي فايوليتس؟ قلنا النود دي، وادي النود اللي وراها على طول اهي. هل السؤال هنا بقى الاكس دي بالنسبه لكي 1 وكي 2؟ طبعا الناس دماغها هتروح دايما فين؟ ان دي دخلت في رايت الليفت. لا، دي ستيل في ليفت الليفت. ليه؟ لان انا بتكلم على الاكس كده از وان بلوك، بتكلم على الاكس وماليش دعوه هي راحت فين في الاكس. الاكس على بعضها بكل اللي جواها هو شمال الكي 1 اللي هي شمال الكي 2، فهي داخله شمال شمال. امتى اقول ان هي كانت رايت الليفت؟ لو كانت الاكس دخلت في الواي هنا وبرضو الكي 2 هي اللي فايوليت. طيب في اللحظه دي بقى طالما هي بيقول ان هي ليفت ليفت، فالالجوريزم بتاعنا هنا بيقول انا هعمل سنجل رايت روتيشن. يعني ايه بقى سنجل رايت روتيشن؟ بصوا بقى كده واحده واحده. يعني الكي 1 هتعمل كده، يعني الكي 1 هتطلع فوق والكي 2 هتروح نازله تحت واخده معاها الزي بكل اللي فيها، والكي 1 تروح شاده معاها الاكس بكل اللي فيها، الواي ما يلاقيش ليه حد، فعلى طول يترمي يمين الكي 2 في اول شمال. ليه؟ ايه علاقه الواي بالكي 1؟ اكبر. الواي طالما على يمين الكي 1 فهي اكبر، اذا لازم الواي يجي هنا. دي حاجه. الواي ايه علاقته بالكي 2؟ بما انه جاي في شمال الكي 2 يبقى اصغر، فطالما اصغر يبقى يجي هنا، فتلاقي ان على طول الواي اللي مش لاقيه مكانها الصحيح فين يروح داخل كده في كده على طول من غير كلام، ما تقعدش تدور هو فين، امشي يمين في اول شمال. فطبعا يبقى الخلاصه ان الواي هتيجي هنا. نفس القصه ديت بس في الليفت روتيشن. تعالوا نوضحها كده بسرعه. ادي نود وادي نود وادي الاكس وادي الواي وادي الزي. هنا بقى هقول ان دي كي 1 ودي كي 2. اشمعنى بقى دي كي 1 وكي 2؟
لان ده الاصغر وده الاكبر. انا برتبهم دايما ترتيب ascending order. تخيلوا ان الاكس اللي انا بعمل لها insertion او الاليمنت الجديد اللي انا بعمل له insertion هنا او هنا في اي حته في الزي ما يهمنيش، ومين اللي فيوليت؟ ده اللي فيوليت. فاروح معلم على ده ومعلم وراه، اسال السؤال النود الجديده ايه علاقتها بالكي 2 والكي 1؟ ما يهمنيش هي فين في الزي، هي كل زي على بعض رايت رايت. فدي تتعمل ايه بقى يا جماعه؟ دي رايت رايت، فيبقى هنا بتكلم على سنجل ليفت روتيشن. يعني ايه سنجل ليفت روتيشن؟ يعني الكي 2 طبعا سنجل ليفت روتيشن يعني كده، يعني الكي 2 تطلع فوق كده وتروح شاده معاها الكي 1 او منزله الكي 1، والكي 1 تنزل معاها الاكس، والزي تطلع لفوق مع الكي 2، اصبح الواي مش عارفه طريقها فين. طالما الواي جايه من ناحيه اليمين فتدخل شمال في اول يمين، ولو هي جايه ناحيه الشمال فتدخل يمين في اول شمال. ولو استخدمت اللوجيك بتاع دماغك هتجيبها جدا. بمعنى هي الواي ايه علاقتها بالكي 2؟ طالما على شمال الكي 2 يبقى اصغر، يبقى الواي هتيجي هنا. طب ايه علاقتها بالكي 1؟ ما هي الواي اصلا كانت على يمين الكي 1، يبقى اكبر اكبر يبقى تيجي هنا. يبقى انا عاده النود ديت لما بتطلع ليه الكي 2 لما تطلع فوق في بعض من ولادها او حتى ممكن كلهم يبقوا مش عارفين المكان الجديد بتاعهم فين، فيضطروا يطلعوا من عند النود الفيوليت ويترموا يمين في اول شمال او شمال في اول يمين. تعالوا بقى كده نرجع تاني للمثال الاولاني اللي هو هنا كان في 4 2 1 3 5 6، وتعالى هنا نعمل انسرت ل 7. فوانس ان انا اعمل هنا 7 هقول تاني الالجوريثم لما دخل نود 7 ابدا اشوف كل البيرنتس بس اوف 7 لغايه الروت. ايه اخبار دوت؟ هل ده بالانسد؟ فاقول ان الشمال 0 واليمين 1 بالانسد، 2 اسف 0 2 يبقى ده اللي فايوليت. طالما ده فايوليت امسك ده كده واللي وراه. السبعه ديت ايه علاقتها بالتو نودز 5 و6؟ رايت رايت، فيحصل ليفت روتيشن، فيبقى 4 2 1 3 وهنا 6 وال5 تيجي هنا وال7 تيجي هنا، فتلاقوا ان ال3 بقى بالانس صح. طب على نفس ال3 ديت تعالى هنا كده نقول انسرت مين؟ 16 تبقى 4 2 1 3 6 5 7 ودخل ال 16 فين؟ اكيد هتبقى هنا، لان ال 16 greater than 4 greater than 6 greater than 7، فخلاص تروح نازله في المكان ده. هل في violation؟ ابدا اتشيك على الاتس بيرنت، دي 0 1 صح، 1 2 صح، 2 3 مظبوط، يبقى بالانس، يبقى ال 16 مش هتعمل اي حاجه. طيب تعالوا انسرت ال 15 على نفس المثال بقى، ممكن حتى نعمله بلون تاني. ال 15 المفروض ان هي تنسرت هنا، 15 greater than 4 greater than 6 greater than 7 less than 16، فتيجي على الليفت بتاع 16. يلا دي كام وكام؟ 1 0 دي طبعا تبقى 0 دي تبقى 2 ودي تبقى 3. بقى الفايوليشن فين؟ هنا. سوري انا مش محتاج ان انا اطلع هنا، دي عملت فايوليشن اهي. طيب يبقى النود دي اللي عملت فايوليشن، ودي مالها؟ اللي وراها على طول. ال 15 بقى فين منهم؟ هل رايت رايت ولا ليفت ليفت؟ للاسف ولا ده ولا ده،
ده هو ليفت رايت. انا بتكلم على ال 15 ليفت رايت ال 7 ليفت رايت الفايوليتد نود. طب اعمل سنجل روتيشن مفروض غلط، بس تعالوا نجرب. لو عملت سنجل روتيشن يبقى 4 2 1 3 6 5. بصوا بقى سنجل روتيشن يعني ده يطلع كده، فال 16 تيجي هنا وال 15 وراها. بس ال 15 ما تجيش على يمينها، ال 15 تطلع وراها يعني تيجي على شمالها. طب وال 7 تروح فين؟ للاسف الاقي ال 7 هنا برضه. ده عشان ابقى ظابط البروبرتي. ايه ده؟ انت جبت لي من ناحيه يمين بثلاثه بقت رميتها لي شمال بقت بثلاثه او باثنين سوري. يعني هنا كان 0 2 هنا بقى 2 0. ايه الجديد اللي انت عملته؟ ده انت كانك ماشي شايل 2 كيلو الناحيه دي و0 الناحيه دي، فرحت شايل يعني بدل ما تحط كيلو وكيلو لا رحت شايل 2 كيلو حاططهم في الايد الثانيه. فمعناها ان انت ستيل انبالانسد. يبقى الفكره دي يا جماعه دي مرفوضه مش هينفع. يبقى السنجل ليفت روتيشن غلط مش صح. هنا بقى يبدا نطلع بالرول الجديده ان لما يكون ليفت رايت بنعمل حاجه اسمها دبل روتيشن. يعني ايه دبل روتيشن؟ يعني ال15 اللي هو بعد ديت ودي خد بقى اللي وراهم على طول 15 ال15 تطلع مكان ال7 كانها طلعت مكان ال16 وراح تطلع مكان ال7، فكان عمل دبل روتيشن. طب لما ال15 تطلع بقى مكان هتعمل ايه؟ تعال نرسم بقى الشكل التري اهو 4 2 6 1 3 وهنا 5 وهنا بقى ال15 طلعت مكانها، ال16 عادي زي ما هي وال7 تنزل شمال صح. طب هل هي كده بالانسد؟ طبعا بالانسد. ادي 1 1 ادي 1 2 ادي 2 3 بالانسد 100%. اوكي فكده لو الفكره بتاعت الرايت ليفت. يبقى يعني ايه دبل روتيشن؟ معناها ان النود اللي تحت دي هي اللي طلعت مكان ال7. تعالوا ناخد امثله بعد شويه معقده شويه عن كده بس مش صعبه، بس تعالوا نعرف الالجوريثم. لو عندي نود وادي نود وادي اكس وادي واي وادي الزي، لا معلش خلينا في نود هنا كمان وخلينا دي A B C D. تعالوا نتخيل ان النود الجديدة، نركز بقى في الالجوريثم ده لان هو ده اللي هنفهم منه كل حاجة هتحصل في الدبل روتيشن. سواء النود الجديدة كانت هنا او هنا ومش فارق معايا هي في يمين السي ولا في شمال السي، دي سبتر كبيره في اقصى اليمين في اقصى الشمال في نص ماليش دعوه، المهم هي في الناحيه دي. مين اللي فايوليت بقى السؤال؟ الفايوليت ده. وركزوا دايما مين اللي فايوليت. طب ده فايوليت خد اللي وراه حلو كده. لو النود هنا او هنا ايه علاقتهم بدي ودي؟ هل هي رايت رايت ولا ليفت ليفت؟ لا دي اسمها رايت ليفت، يعني ده رايت ده اللي هو ليفت ده. طب لو كانت هنا برضو رايت ليفت. اوكي في اللحظه دي طالما شغاله زجزاج كده معلش علمنا على النود دي كمان، يبقى انا علمت على النود ديت بعد ما اتاكدت ان هي رايت ليفت او ليفت رايت. ممكن تسمينه النود دي يا جماعه. النود دي اسمها ايه؟ مين اصغر واحده في الثلاثه دول؟ في دول اصغر واحده دي فسميها كي 1 ودي اسمها كي 2 ودي اسمها كي 3. دي بالترتيب الاسندنج اوردر يعني. طب مش قادر افتكر، ما لو دخلت هنا 200 اكيد هدخل هنا 100 واكيد هدخل هنا 150، فهي 100 150 200. ايه اللي يحصل بقى في دي؟ تروح الكي 2 طالعه مكان الكي 3
هو الدبل روتيشن ايه؟ ان الكي 2 تروح طالع مكان الكي 1 وراه طالع مكان الكي 3 فالكي 2 تطلع فوق. انا دايما بقولها كده ان الكي 3 تطلع مكان على طول فوق. طيب اللي ينزل مكانها يمين ايه؟ مش انا زقيت كي 3 انزلها هي واللي معاها في الناحيه اليمين، والكي 1 تروح مشدوده معاها او زي ما هي الكي 1 معاها، ما حصلش اصلا اي اختلاف. ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله اصبحت في ان البي والسي مش لاقيين مكان صح. فروح للسي، السي كان يمين يبقى يروح يمين في اول شمال، والبي كان شمال الكي 3 يبقى يروح كي 2 قصدي يبقى يروح شمال في اول يمين يعني. طب انا مش قادر احفظ الكلام ده، ماشي اللوجيك. البي علاقتها بالكي 2، البي كلها كانت على شمال على شمال الكي 2 يبقى اصغر، يبقى البي كانت تترمي هنا. طب السي دي كانت يمين الكي 2 يبقى اكبر، يبقى السي تترمي هنا، يعني السي تنزل هنا والبي تنزل هنا. السؤال السي علاقتها بكي 3، شوفوا من الرسمه دي السي علاقتها بالكي 3 دي كانت من ضمن الليفت سب 3 يبقى هي اصغر عشان كده نزلت شمال. طب البي علاقتها بكي 1 دي كانت في الرايت سب 3 اوف كي 1 فهي اكبر فعشان كده نزلت في الناحيه اليمين بتاعتك. فهتلاقوا دايما ان النود لو سابت الشيلدرن دي لو عايزين نحفظها، النود لما تسيب الشيلدرن بتوعها الرايت تشايلد يروح يدخل ناحيه اليمين في اول شمال، والليفت تشايلد يروح يدخل شمال في اول يمين. نفس الطريقه عايز يقول لك بقى لو هنا، لو هنا نود وهنا نود وهنا نود والبي دي سب 3 والسي سب 3 وهنا الدي وهنا الاي، والنود اللي انا عايز اعمل لها انسرشن كانت هنا او هنا، والفيوليشن حصل فين؟ هنا. الفيوليشن حصل هنا، فناخد دي وناخد اللي وراها دي، دايما بناخد اللي عنده فيوليشن واللي بعدها. السؤال بقى دي او دي ايه علاقتهم بدي؟ دين دي ليفت رايت يبقى الزجزاج اهو صح؟ فاذا ناخد كمان التالتة معاك طالما زجزاج. اوكي تعالوا نسميهم، طبعا هيسمي دي مين؟ كي 1 كي 2 كي 3 مظبوط كده؟ لان كي 1 هي طبعا الكي 2 والكي 3 اكبر فيبقى الكي 1 هي الاولى ودي اصغر من هنا فيبقى دي الكي 2. برضو لو مش قادر تفتكرهم بمثال هتلاقي الدنيا بتبقى دي بقى يحصل لها ازاي؟ سنجل روتيشن، يعني الكي 2 بتطلع مكان ايه؟ كي 1 فيبقى الكي 2 طلعت مكان كي 1 والكي 1 راحت نازله يمين ومعاها الاي، والكي 3 والدي زي ما هما ولا لمستهم خالص والدي اهي، اصبح برضو البي والسي مش لاقيين بيرنت، فالسي يروح هنا والبي يروح هنا بنفس الطريقه. تعالوا بقى ناخد مثال عشان نفهم الكلام ده هيمشي ازاي. تعالوا نتخيل ان عندي النود هنا 4 2 1 3 6 5 7 6 7 وهنا 16 وهنا 15 واحدة واحدة كده. دي النود الجديدة، فين الفيوليشن؟ الفيوليشن دي 1 0 صح، دي 2 0 يبقى الفيوليشن هنا، فبروح عامل عليه دايرة كده وراح واخد دي كمان وراه. ها ايه علاقة ال 15 بيهم؟ ليفت رايت
يبقى ال 15 تطلع مكانها، فيبقى ديت كانها تتشال كده بقى 15 وال 7 تنزل هنا وال 16 زي ما هي. طبعا ال 15 ملهاش تشيلدرن فما عملش المشكله اللي في الالجوريثم اللي فوق اللي هو البي والC مش لاقيين ولاد، مش لاقيين بيرنت. هيجي مثال دلوقتي يظهر فيه ان احنا محتاجين. طيب هنتخيل دلوقتي، هنتخيل دلوقتي ان خلاص بقى حصل كده، خليها كده مش مشكله، ان هي 5 2 1 3 6 دي 4 ودي 5 ودي 7، لا مش دي 7 بقى، دي 15 7 16. نبدا بقى نشتغل هنا. انا عايز ادخل ايه نود دلوقتي؟ فقال لك اعمل انسرت ل 14. 14 تيجي فين؟ 14 greater than 4 greater than 6 less than 15 greater than 7، فنزلت في المكان ده. نبدا نبص البيرنت بتاعها لغايه الروت، ده 0 1 ها 2 1 صح 1 3 مش صح. فيبقى امسك مين؟ النود دي واللي وراها وابدا اشوف ديت فين منهم. فدي ليفت رايت، انا بتكلم دايما بالنسبه ويز ريسبكت تو النود دي، دي جايه على ليفت ال 15 اللي هي رايت ال 6. ما حدش يقول ال 14 جاي من السبعه، مش جاي من السبعه، ال 14 والسبعه وكل اللي معاهم في شمال ال 15 خلاص. وحتى ممكن نقولها بطريقه ثانيه ان ال 14 less greater، فليس يعني شمال وجريتر يعني جايه less ال 15 وال 15 greater than 6 فجايه رايت. السؤال بقى دلوقتي قلنا لما يكون عندي ليفت رايت او رايت ليفت اكمل التو نودز لل 3، يعني اخد ده معانا في الاعتبار. ايه ده؟ انت ليه ما علمتش على ال 14؟ ما هي ال 14 طلعت تحت شويه بقى. الدبل روتيشن بقى يحصل هنا ايه؟ ال 14 ما حدش يلمسها تماما، ال 7 هي اللي يحصل لها روتيشن. فتبقى ازاي؟ 4 2 1 3 زي ما هما، هنا بقى يطلع مكانها ال 7، يعني ال 7 دي تطلع هنا. اشمعنى ال 7 اللي تطلع؟ لان مسكت الضلع ده الحته دي، انا دايما بمسك الحركه دي ثلاثه نودز ورا بعض، فال 7 تطلع فوق، يبقى ال 6 تنزل فين؟ وال 5 معاه. طب ويمين؟ ال 15 وال 16 اصبحت ال 14 مش لاقي حد، فال 14 كانت يمين السبعه، فتروح يمين السبعه في اول شمال. مع التكرار وان انا اقعد احل كتير هلاقي نفسي بقيت عارف انا بروح فين. طيب تعالوا نقول يا جماعه انسرت انسرت 13، ف 13 تيجي فين؟ 1 0 ها 2 1 2 3 2 4 ده الموضوع كبر جدا، ده ال 13 اللي دخلت بعيده خالص على الفايوليت ولا يهمني حاجه. مين اللي فايوليت؟ ده واللي بعده اهو. السؤال بقى ال 13 فين؟ مش ليفت رايت، رايت رايت، لان ال 13 في السب تري دي كلها اللي هي رايت ال 7 اللي هي رايت ال 4. طب مش عارف اقراها صح، ال 13 جريتر ذان ال 7 اللي هي جريتر ذان ال 4، فيبقى كده رايت رايت. يبقى اوعى حد يشوفها ان ال 13 عشان ناحيه الشمال يبقى ليفت رايت، لا. يبقى تاني فين النود الفايوليت؟ اهي. والنود اللي بعدها اهي. فين ال 13 من ال 4 وال 7؟ وقع على يمينهم، وكده كده ال 7 وقع على يمين النود، فيبقى رايت رايت. طالما رايت رايت يبقى سنجل روتيشن. يعني ايه سنجل روتيشن بقى؟
يعني هيحصل كده سنجل روتيشن، يعني السيفن تطلع مكان الفور، والفور تيجي هنا، والتو والون والثري، والسيفن تسحب الفيفتين والفورتين والسكستين والثيرتين. اهي السيفن سحبت كل ده معاك، السكس والفايف يروحوا فين؟ طالما هم شمال السيفن يبقى يروحوا شمال السيفن برضو في اول يمين، يبقى ادي سكس وادي فايف. لما اعمل انسرت ال 12 بقى بعد كده، المفروض ان انا 12 هتيجي هنا. طبعا اكيد في فايوليت هنا لان واضح ان التري بقت انبالانسد. انبالانسد فين؟ هنا. بس دي سهله قوي، خلينا بقى هعدل هنا في الرسمه على طول. يبقى على طول ايه؟ طيب خلينا برضو معلش عشان ما فيش حاجه تدخل مكان الثانيه. يبقى 7 4 2 1 3 كل ده زي ما هو، مش هلمسه. وهنا 15 وهنا 16، بس هنا بقى 13 وهنا 12. مظبوط؟ وال 14 هنا صح كده؟ تمام. تعالوا بقى انسرت مين بعد كده؟ التن. التن سهل قوي، التن هتيجي هنا. معلش بدل التن دي خليها 11 عشان التن اللي بعدها. ال 11 ال 11 لما تدخل هتلاقي ان ديت 1 0 2 1 3 1. يبقى هنا مين؟ الفايوليت. ومين اللي وراه؟ خلينا نعمل بلون تاني. ومين اللي وراه؟ يبقى دي ودي. ال 11 بقى علاقته بال 13 ليفت ليفت، يبقى سنجل روتيشن. يبقى دي تعمل ازاي بقى؟ 7 ونفس الكلام هنا، وتبقى دي كام؟ 13 15 16 اتزقوا مع ال يعني ده لما طلع زق ال 15 تحت، وطبعا ال 13 ياخد معاه ال 12 وال 11. يتبقى ليا ال 14 اعمل فيها ايه؟ فارميها يمين شمال، يبقى هيك، لان ال 14 جريتر ذان ال 13 وليس ذان ال 15. على فكره اللي ينسى الالجوريزم لازم يعرف النوت دي تدخل فين صح، لان هو لو طلع مع ال 13 اللي هي كانت اصلا البيرنت هيقدر يرميها في اي مكان. ومفروض ان بعد ما اعمل سنجل روتيشن او دبل روتيشن على الاقل ابص بعيني كده الفاليوز البروبرتي بتاعت البي اس تي متحققه ولا لا. تعالوا بقى نعمل انسيرت للتن، فالتن تيجي هنا، التن تيجي هنا. هل التن هتعمل مشكله؟ طبعا تعمل مشكله. فين؟ بس دي سهله قوي. هتبقى كده، ممكن ارسم لكم 3 بقى، 4 2 1 3 6 5 13 11 التن وال 11 وال 12 وال 12 تنزل كده والتن تيجي كده. اهي حصل الروتيشن كده، والباقي ينزل زي ما هو اللي هو 15 14 16. بعد كده اخر حاجه بقى هعمل، لا لسه فاضل حاجتين. 8 8 هتيجي هنا، نعملها بلون تاني. 8 هتيجي هنا، في اي مشكله؟ 1 0 2 1 3 2 4 3 ال 8 فاين. ال 8 مش هيعمل اي حاجه. طب بعد كده انسرت مين بقى؟ ال 9 لا مش ال 9 7.5. ال 7.5 تيجي هنا. ها 7.5 تبقى دي كام؟ ناخد اي لون تاني خالص. ال 7.5 اتضافت بقت هنا 1
0 تو 0 الفايوليشن هنا، فايه اللي يحصل؟ الجزء ده بس اللي هيحصل له روتيشن، فيبقى في الاخر 7 4 2 1 3 6 5 13 15 14 16 11 12 وده هيطلع ال 8 هنا، ال 8 هنا وال 10 هتنزل كده وال 7.5 بس كده. السؤال بقى دلوقتي لو انا بدور سي مثلا على 20، هل دي 20؟ هل دي 20؟ هل دي؟ هل دي؟ عملت كام كومباريزون؟ عملت 4 كومباريزونز. طب وعدد النودز دي يبقى انا عشان اسيرش على ال 20 خدت 4 كومباريزون. طب هو عدد النودز كام؟ دول عددهم لو نعدهم هنلاقي 16 نودز. 16 نودز ال 4 دي معناها اللوج. لوج 16 للبيست 2. اذا هنا في الاي في ان لما عملت سيرش قدرت اخد لوج ان للبيست 2. السؤال بقى هل الانسرشن برضو بتاخد لوج؟ الانسرشن انا بقعد ادور على رايت ولا ليفت، رايت ولا ليفت، وبعد كده بحطها في مكانها باللوج ان، لان كده كده دي اي في ال. طيب لما احطها مكانها بقعد اتشيك على كل البيرنتس، فطالما بتشيك على البيرنتس بتاعها بس يعني انا بمشي على الباص مره تانية، فكاني باخد لوج ان تاني، يعني لوج ان بلس لوج ان، وبعد كده بعمل روتيشن. تخيلوا ان الروتيشن ممكن ما ياخدش اي وقت، يبقى في الاخر برضو الانسرشن خد لوج ان. المفروض في المحاضره اللي جايه اخد الديليشن اللي هو برضه هياخد لوج ان. اذا الاي في ال الكونستراكشن بتاعها لوج ان، فده حاجه جميله جدا، والسيرشن بتاعها لوج ان. وكده دي تنفعنا بقى لان دي من ضمن الحاجات المهمه جدا في الداتا ستراكشر، الباينري سيرش تري او البالانس باينري سيرش تري، ان انا كونستراكت ان لوج ان وسيرش لوج ان وهكذا. بس شكرا ليكم.